نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله، أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه. أحبتي في الله، نحن اليوم مع نموذجين من نماذج الآباء الذين كانوا حريصين على أن يعلموا أبناءهم ويؤدبوا أولادهم على القرآن الكريم، فجاءوا وهم بلسان أعجمي، الطالبة أيان عبد الله والطالب محمد عبد الله، جاءوا من هولندا وهم يحملون الجنسية الهولندية ومن أصول الصومالية، لا يتكلمون اللغة العربية ولا يجيدون غير اللغة الهولندية. جاهدوا معنا وجاهد آباءهم معنا حتى يحفظوا القرآن أو يبدأوا في حفظ القرآن الكريم، وتوج الله أعمالهم في خلال شهرين من العمل والجهد معهم، أتم الله عليهم ختم الجزء 30 جزء عمة بحفظه من الله سبحانه وتعالى وفضله عليهم. طالبة أيان عبد الله والطالب محمد عبد الله، نسأل الله أن يجعلهم في موازين حسنات آبائهم، اللهم آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي هنايا، القرآن حياتي.